لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دهمان اسم علم وأسرة، والألف والنون للنسبة والتشبيه، من الفعل دهمة أي غشيه وهاجمه، ومعناه المهاجم أو الغاشي، والدهمان الشديد السواد من الدهمة وهي السواد، والاسم في اللسان بضم الدال. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.